اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي والمحتوى اللي هنستعرضه من خلال صفحات السوشيال ميديا خاصه بعد مباراه الامس والفوز على الاتحاد برباعيه مقابل لا شيء. نبدا مع بعض من الحساب الرسمي للنادي الاهلي، وهنا بقى بتبدا تشوف روح اللعيبه مع بعض، وده اللي بيظهر في كل وقت من الاوقات. نشروا سؤال الصفحه الرسميه والحساب الرسمي للاهلي، مين هو نسر المباراه؟ طب تعالوا نشوف مع بعض الروح الطيبه اللي كانت موجوده في الاجابه على هذا السؤال. اللعيبه بنفسها دخلت وشاركت من خلال الحساب الرسمي للنادي الاهلي، ومحمود كهربا من خلال حسابه الرسمي دخل وقال طاهر محمد ده طاهر. طبعا طاهر عمل اسيست ولا اروع لكهربا، وكهربا سدد الكوره على يمين حارس فريق الاتحاد. حسين الشحات دخل ورد وقال ايمن اشرف. محدش من اللعيبه بيقول مثلا ايه انا نجم المباراه، لا، كهربا بيقول طاهر، وحسين الشحات شايف ان ايمن اشرف نجم المباراه. وبصراحه يعني نسر المباراه امبارح بالامس الفريق بالكامل، امبارح اللعبه كلها بصراحه عملت مباراه ولا اروع، ومتعوا جماهير النادي الاهلي باداء مميز وبالتاكيد نتيجه كبيره جدا. لسه مع الحساب الرسمي للنادي الاهلي، وطبعا الفوز الثالث على التوالي، 9 نقاط وصداره الترتيب بعد الفوز في اول 3 جولات من مباريات الدوري، وتاجلت مباراه الزمالك الى موعد لاحق. طيب لسه كمان بنشوف مع بعض الحساب الرسمي ايضا للنادي الاهلي، ولكن على الفيسبوك كتبوا 10 اهداف في 3 مباريات فقط. طبعا بنتكلم على توزيعه المباريات، بالتاكيد كانت توزيعه مميزه، انت بتكسب بالثلاثه في مباراتين، ومباراه الاتحاد بتكسب ب4 اهداف، فعامل حصيله اهداف متميزه، احرزت 10 اهداف ولم يتلقى شباكك سوى هدف واحد. كمان بنتكلم على المحتوى، وبنشوف قناه النادي الاهلي الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي على تويتر كتبوا ان كهربا في الدوري حتى الان في 3 مباريات احرز 3 اهداف، وده شيء مميز جدا، بدايه قويه لمحمود كهربا لاثبات الوجود مع النادي الاهلي بعد الفتره الاخيره. صفحه يلا كوره بصراحه كتبت عنوان مميز جدا، الاهلي يمتع ويبدع في الدوري المصري، فاز على المقصه 3-1 وعلى غزل المحله 3-0 وختاما مع الاتحاد السكندري 4-0. طيب نشوف بقى مستر اسيست الاداء المميز، صفحه الدوري المصري والحساب الرسمي ليها على الانستجرام اتكلموا على اسرع ديليفري في مصر مستر اسيست علي معلول في الدوري حتى الان، من خلال 3 مباريات عمل 4 اسيست، من ضمنهم مباراة امبارح عمل 2 اسيست مميز جدا. علي معلول لعيب عظيم جدا، لعيب محوري لا غنى عنه، ولعيب بصراحة كتب وحفر اسمه داخل جدران النادي الاهلي وما بين صفحات التاريخ في النادي الاهلي. علولو النجم التونسي الشهير. صفحة في الجول عملوا طبعا صورة رائعة جدا لعلي معلول راكب موتوسيكل، وباختيار متابع في الجول ملك الحلول علي معلول رجل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري. طيب على نفس الشأن وبنفس الصورة ولكن بمعنى تاني خالص من خلال صفحة الوطن الرياضي، قالوا على علي معلول ملك الحلول وأسرع ديليفري في مصر، معلول يتصدر تويتر بعد تألقه مع الأهلي بالأمس. طبعا صفحة في الجول عملت علي معلول وهو راكب موتوسيكل طبعا ديليفري، والوطن الرياضي قالوها نصا أسرع ديليفري في مصر، لأن بالتأكيد الأسيست اللي بيلعبه معلول مع زملائه بيديك الكوره وانت رايح المرمى في عشر من السنتيمترات يقدر يبصلك الكوره وتجيب هدف ولا اروع. طبعا لازم يتصدر تويتر علي معلول نجم مميز جدا. صفحه جول مصر اتكلموا عن النادي الاهلي في اخر 24 مباراه عمل نتائج متميزه جدا. صفحه جول على تويتر قالوا ان الاهلي في اخر 24 مباراه فاز في 21 لقاء، تعادل في 3 مباريات، لم يتعرض للهزيمه، الحمد لله يا رب دايما بهذا الشكل، بطل الثلاثيه الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا، ويا رب الرباعيه والخماسيه مع السوبر المحلي والسوبر الافريقي، لكن لما نشوف موعدهم الفتره اللي جايه. طيب نركز مع بعض بقى ونشوف الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بالعربي كتب وحط صوره رائعه، اولا الصوره لمحمد مجدي قفشه ومروان محسن في احتفال الاهلي بدوري الابطال، كتبوا على الصوره ايه؟ لقطه انسانيه، تعزيز الرقم القياسي واحتقار مصري لربع الألقاب، هداف مقصى من ربع النهائي وهدفين ولا أروع في النهائي، بطل ب4 مدربين وموسيماني يعادل رقم الجوهري. نعود بكم إلى أبرز أحداث وأرقام دوري أبطال إفريقيا 2020 واللي انتهى بتتويج الأهلي بلقبه 9. طبعا احنا بنتكلم هنا على تويتا لفيفا بيتكلموا على أرقام قياسية وأهداف مميزة ونتيجة رائعة لبيتس موسيماني قدر يعادل بيها رقم محمود الجوهري. أنا هشرح الجزئية دي. الجوهري تحديدا فاز بدوري أبطال إفريقيا مرتين مع ناديين مختلفين، نفس الأمر قدر بيتس موسيماني يحقق نفس الرقم القياسي، ف
فاز بدوري ابطال افريقيا مع ناديين مختلفين، لكن شاءت الظروف ان البطولتين اللي فاز فيهم مع سان داونز عام 2016 ومع الاهلي عام 2020 كان المنافس التقليدي ليه في النهائي كان نادي الزمالك، فبالتاكيد بيمثل عقده لفريق الزمالك تحديدا في مباريات دوري ابطال افريقيا. رقم رائع واهتمام مميز جدا من فيفا الحساب الرسمي ليه على تويتر عن النادي الاهلي. اخر حاجه، الحساب الرسمي للنادي الاهلي كره السله الاهلي باسكت بول بيتكلم على ان لا جديد يذكر ملكات سله الاهلي بطلات لدوري المرتبط للموسم الخامس على التوالي، ودايما كره السله والطايره واليد بتحقق نتائج متميزه. محتوى مميز عن نادي القرن، النادي الاعظم في التاريخ. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.